بقول لك ايه يا عاشور، الباروكه ركور وعندي تصوير الليله، يعني لازم تتصرف. صحي النوم بقالي كتير، انا حتى مش فاكره جيت هنا ازاي. شايلك مش شافوك شايلني وزن الريشه؟ طبعا بيتهيألك. ليه يا بيبي؟ خايف على ظهرك ولا ايه؟ ولا عجزت مبقتش تقدر عليا؟ مين؟ الجنيني بتاعك لما حاجتنا من على البلاش. طب قول له يستنى عشان اديله 50 جنيه، مامي بعتها لاخوه. مشي. وبعدين حكاية الدكتور بتاعك دكتور يحيى؟ ده ما صدق نزل بوس فيكي. يخزى عليك يا هشام، ده لولا كان زماني موت. ما افتكرش. انا اخش اخد دش احسن، يمكن يفوقك. بيبي تليفونك بيرن، اجيبه لك؟ هشام الو، مين حضرتك؟ هو مشغول نقول له مين؟ انا امه. مارلين براندو قاعد لوحده على البحر. مين الممثل ده اللي مع هاله؟ ما شفتيش النضاره فين؟ تلاقيك نسيتها على البلاج، جمعة هيلاقيها ويبقى يجيبها. وانت مالك مستغرب كده؟ ولا مستغرب ولا حاجة، انا بس لاحظت ان مدام هالة مش معايا. يعني اكيد نايمة بعد اللي حصل لها. وانت ايه اللي شغلك بالناس دي قوي كده؟ مالنا احنا ومال الناس دي؟ يعني تقدري تقولي تأمل. اشمعنى انت يعني بس اللي بتتأملي؟ خايف تاخد ضربة شمس ولا ايه؟ ثانك يو هشام. انا اول مرة اشوف سيجارة مدفوفة في حياتي كان معاك. لازم تفهم ان في حاجات عمري ما عملتها معايا راجل غيرك. مش خايف حد يشوفها؟ شرير على فكرة.